ماذا عن حكم تصميم الأزياء؟ كلنا يعلم أن هذه المهنة مطلوبة وربما تكون من أكثر المبيعات من خلال هذه المعارض وهذه المتاجر وهذه الإعلانات. بعض الأخوات جاءتني تسأل قائلة: أنا أريد أن أتخصص في مجال تصميم الأزياء، فما هو الحلال وما هو الحرام في هذه المهنة وهذا العمل؟ وخاصة ونحن والكلام لها، نحن لا علاقة لنا فيما يباع وما يشرى، نحن فقط نصمم هذه الأزياء ونعطي موديلات جديدة للأسواق ثم يأخذها التجار ويبيعونها. فحديثنا اليوم عن التصميم وليس عن البيع أو التجارة. أولا، أنا أتمنى دائما قبل الشروع بأي نشاط من نشاطاتنا المالية أو العملية أن نسأل الشرع أولا، كما نسأل القانون في كل كبيرة وصغيرة، وذلك حتى لا نقع في المحظور أو الممنوع. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة كل شيء، وهم بدورهم يسألونه عن كل شيء حتى أدق التفاصيل. فلماذا لا ندرب أنفسنا دائما أن نسأل؟ وهذه الأخت الفاضلة جزاها الله خيرا تسأل فيما ينفعها في دينها ودنياها وآخرتها. ماذا عن حديثنا عن تصميم الملابس؟ الأصل أنه مباح، كما نقول دائما الأصل الإباحة ما لم يرد نص في التحريم، خاصة في المعاملات. إذن هو مباح في أصله لعدم وجود نص يحرم ذلك، لكن الشريعة الإسلامية مبنية على مقاصد عامة، مبنية على مآلات، على أهداف. وإنني عندما أعمل بعمل وأعلم أن مآله إلى حرام ونهايته إلى حرام، فلا شك أنه حرام. مثال على ذلك للتوضيح: إن الشرع كره بيع العنب في حالات محددة، لكن هل يمنع بيع العنب عامة؟ لا، الشرع حرم وفي قول كره بيع العنب لمن يعصره خمرا. فإذا علم بائع العنب أن هذا المشتري سوف يجعله في الخمر، لم يجز له أن يبيعه. فما الحكم على تصميم الملابس؟ أولا، كل التصاميم التي لا تحوي محرما وليس فيها مآل إلى محرم لا مانع منها، وهي الطيب الكسب الحلال. أما التصاميم التي فيها محاكاة لغير المسلمين أو تشبه بالفاسقين أو تحوي شعارات لغير المسلمين أو رموزا أو صورا لا يبيحها الشرع، فحكم تصميمها كحكم ما احتوته أو دلت عليه، لأنها مساهمة في نشر الكفر والدعاية له والإعلان عنه من خلال هذه الألبسة ومن خلال هذه الطريقة، لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ماذا عن التصاميم التي تشوه اللباس الشرعي أو تكشف العورة المحرمة؟ بعض التصاميم تشوه اللباس الإسلامي أو تترك أثراً سلبياً في المجتمع المسلم، ككشف العورة أو تزيين الحجاب أو تشبه للنساء بالرجال أو للرجال بالنساء، وربما يكون هذا الغالب عليها. هذا كله من ترجيح لكفة الباطل على كفة الحق، ودعم للرذيلة مقابل الفضيلة، ونوع من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه. لا نستطيع أن نحدد حكم التصميم، فلا نستطيع أن نقول لهذا المصمم هذا حلال وهذا حرام، لأنه أدرى بعرف السوق ويعلم النتائج عن هذا اللباس. ربما يسأل سائل: ماذا عن اللباس المغري المثير؟ هناك ألبسة فيها نوع من الإغراء، ربما تكون مزينة مزركشة تلفت الأنظار أو تشف عما تحتها أو تصف شيء من الجسم. هذا التصميم إذا كان بهدف أن تتزين به المرأة أمام زوجها فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن تحسن تبعلها لزوجها، ومن حسن التبعل أن ترتدي الملابس التي تناسب حال الزوجية في المنزل. أما إذا ما استخدمتها امرأة لغير هذا الغرض، كأن ارتدت بعض هذه الملابس خارج المنزل، فإثمها على من يستخدمها وليس على من صنعها أو صممها أو نفذها. إذن الضابط واضح، كيف نحكم على مشروعية هذا العمل وإباحته؟ إذا كان يؤدي إلى محرم، وإذا كان غاياته أن يصل إلى محاكاة المحرمات أو محاكاة غير المسلمين في أشياء واضحة التحريم، فإن ذلك يدل على أن هذا الإنسان يساهم في الإثم والعدوان ذكرا كان أو أنثى. الشرع لا يتدخل إلا ما فيه صالح المجتمع بشكل عام، ويسعى
لنحو مال حلال في كل ما نقوم به. بارك الله لي ولكم في أموالكم، مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.